طيب الدور على ايه بقى دلوقتي؟ الدور على القديمة. احنا اتكلمنا على الهاندز، نيجي بقى نتكلم على الفيت. البيشنت لابس شبشب، الست لابسة صندل، باين بقى في الرجل مورمة، والجلد بتاع الرجل بقت جلوسي، يعني بيلمع كده، يعني مش بس الرجل ورمة، لا ده الجلد اللي فوقيها بيلمع. ده بيحصل غالبا في حالات الكاردياك فيلير، الهارت فيلير يعني، ودي بيسموها بيتنج اديما. يعني ايه بيتنج؟ يعني حضرتك لو ضغطت عليها وشلت صباعك هيفضل الحفرة مطرح ايدك لسه موجودة، يعني هتفضل قاعدة تحت شوية كده وتطلع بشويش، فهي بيتنج، لا هي قاعدة. تمام. ده بيحصل في الهارت فيلير. حلو كده. وبتحصل في اللاجز اساسا، اللي هي الديبندنت ارياز. تمام. ممكن يحصل اديمه في حته تانية، او ممكن الفيس يحصل فيه early morning اديمه، ده في حالات بقى الاكيوت نفرايتس، هنا المشكله في الكدني. تمام. احنا لسه هنقول حاجه تانية ليها دعوه بالكدني، فايه نربط الدنيا ببعضها. فالearly morning اديمه دي ممكن تحصل في حالات الاكيوت نفرايتس، واحنا مش بنتكلم على الاديمه العاديه اللي بتكون عندنا كلنا اول ما بنصحى من النوم، احنا بنتكلم على severe form of facial اديمه. بالمره نتكلم عن الهاليتوزس. طبعا الهاليتوزس دي ليها فقره مخصوص، واحنا ليها برضو فيديو مخصوص ومحطوط لها، يعني هنحط اللينك بتاعه. تفاصيلها كتير، ممكن تكون لوكال في السنان نفسها، او ممكن تكون اي حاجه بقى، ممكن جي اي تي، ممكن في ليها تفاصيل كتير، بس هنا احنا هنذكر منها الحاجات المميزه قوي، زي ان البيشنت ريحه الفم تبقى امونيا، وده بيحصل في حالات الليفر ديزيز. ممكن تبقى ريحته يوريا، وده في حالات الرينال ديزيز. ممكن تبقى ريحته اسيتون، وده بيحصل في الدايبيتس. ممكن الريحة بقى يعني بلاش نترجمها دي، بس اللي هي البيوتريفاكشن يعني، وده بيحصل في حالات انه في ابسس او نكروزز، يعني في حاجة عاملة نكروزز، سواء بقى في يعني في الجينجيفا او في الميوكوزا عموما. طيب نبص بالمرة بقى على شعره. طيب لقينا ايه في شعره؟ لقينا انه خفيف شويتين تلاتة اربعة، فده في بنسميه الوبيشيا. والالوبيشيا ده خفيف شويتين تلاتة اربعة ولا مش موجود خالص؟ خفيف شوية. احنا طبعا مش بنتكلم على شعر الراس بس، احنا بنتكلم على شعر الراس والحواجب والرموش. تمام. على اساس ان دي اكتر حاجات بتبقى واضحة، ده في الوش يعني، فكل الناس بتشوفها. لو خفيف زيادة بنسميها partial alopecia، لو مش موجود خالص بنسميها total alopecia. partial alopecia ده بيبقى مميز في حالات في حالات معينة من autoimmune disease، زي patients systemic lupus، في patient severe anemia ممكن تبتدي شعرها يقع، الهايبوثايرويديزم اللي احنا سميناها مكسديما، البيشنت بيبتدي شعره يخف جامد، الهيريديتري اكتوديرمال ديسبليجيا، بس ده مش شعره بس هي اللي عنده فيها مشكله، هو اكتوديرمال ديسبليجيا، فهو السنان كمان الانامل فيها مشاكل. زي ما احنا شايفين وش البيشنت مميز قوي، شعره خفيف قوي 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 قوي، تقريبا مفيش حواجب وكمان مفيش رموش، فبيشنت الهيريديتري اكتوديرمال ديسبليجيا بيبقى شكله مميز قوي يعني. ده بالنسبة للبارشل ألوبيشيا. بالنسبة للتوتال ألوبيشيا بقى، والله ده مشكلة بقى، ده سكين ديزيز عامل توتال ألوبيشيا، أو ممكن البيشنت بياخد راديو أو كيموثيرابي، طبعا ربنا يعافي الجميع، يعني ده بيعمل توتال ألوبيشيا.